لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، إذا حملت إلى المقابر جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وسماها الله عز وجل بالمصيبة فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. أيها الأحبة الكرام، كلنا نموت وكلنا نرجع إلى الله عز وجل، ولكن كثير من الناس يظن بأن الموت هي النهاية. ولو كانت الموت هي النهاية لمتنا واسترحنا، ولكن الموت هي نهاية لبداية أخروية. وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تضرعتم إلى الله عز وجل بخالص الدعوات. ولكن عباد الله، تنافسنا من أجل هذه الدنيا الفانية، تخاصمنا من أجل هذه الدنيا الفانية، ونسينا شدة الموت، ونسينا القبر وظلمته، ونسينا الصراط ونكبته، ونسينا عباد الله هذا القبر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وهذا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، كان إذا وقف على شفير القبر بكى وابتلت لحيته، فقال له الصحابة الكرام: تذكر النار ولا تبكي، وتذكر الصراط ولا تبكي، وتذكر الجنة ولا تبكي، وعندما تذكر القبر تبكي ويشتد بكاؤه. فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أعسر. وهذا شيخ المرسلين وهو سيدنا نوح عليه السلام، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عندما جاءه ملك الموت ليقبض روحه فقال له: يا إمام، يا نبي الله، صف لنا الدنيا. قال: الدنيا كدار له بابان، فكأنما دخلت من باب وخرجت من الآخر. فقال له: يا نبي الله، ما بال أقوام، ما بال قوم، ما بال أمة هي آخر الأمم، أعمارها ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فقال نوح عليه السلام، قال: لو كنت من هذه الأمة لجعلتها سجدة لله سبحانه وتعالى. وقيل لحازم بن سليمان، قيل له: يا إمام، ما لنا نكره الموت؟ قيل له: ما لنا نكره الموت؟ قال: نكره الموت لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، فكرهنا أن ننتقل من الخراب، من العمران إلى الخراب. فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وأحيل الكلمة للشيخ سعلي، يدعي له الله عز وجل ورب الجميع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باختصار أيها الأحبة في الله، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الإنسان يمر على أربعة مراحل: يعيش في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يدخل إلى قبره فيكون هناك حساب، ثم جزاء، ثم خلود إلى الجنة أو إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إذن حتى لا أطيل على الجميع، نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة، كما ورد عن أحد الصحابة عليهم الرضا والرضوان، قال: إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم علي، فقفوا عند شفير قبري وادعوا الله عز وجل للثبات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنهى من الدعاء وقف عند شفير القبر وقال: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. فصلاة الجنازة أيها الأحبة في الله، كما عرفها أهل الفن وأهل الاختصاص، هي الشفاعة للميت. وكأننا نقول بلسان حالنا: يا ربنا قد جئناك في هذه اللحظة، جئناك شفعاء في هذا الفقيد فشفعنا فيه. لذلك ندعو الله عز وجل، ندعو الله تبارك وتعالى، ونحن موقنون بالإجابة كما أوصانا رسولنا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلى الله عليه وسلم الجنازة ومسك إن شاء الله ونقوم بحول ندخل الله أحمد السلام ورحمة خاتك أنت يراك على البث المباشر؟ المباشر الله يرحمه ولد ولد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.